بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الفتح والضم كعبد الله وحرف الاستعلاء فخ وخصصا يطباق أقوى نحو قال والعصا وبين الإطباق من أحق مع بسطت والخلف بنخلقكم وقع واحرص على السكون في جعلنا أنعمنا والمغضوب مع ضللنا وخلص النداح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى وراعي شدة بكاف وبتا كشرككم وتتوفى فتنة وأول مثل وجنس إن سكن أبغم كقل رب وبلى وأمن في يوم مع قالوا وهم وقل نعم سبح لا تزر القلوب فالتقم باب الضاد والضاء والضاد باستطالة ومخرج ميز من الضاء وكلها تجي في الضعن ظل الظهر عظم الحفظ أيقظ وأنضد عظم ظهر اللفظ ظاهر لها شواه تضم الظلم أقل الظلام غفر انتظر ظما أو فرضن كيف جاء وعظ سوى عظين ظل النحل زخرف سوى وظل ظل وبروم ظلوا كالحجر ظلت شعران ظلوا يظللن محقورا مع المحتضرين وكنت فضوا وجميع النظر إلا بويل هل وأولى ناظرة والغيب للضعف وهود قاصرة والحظ للحظ على والغيظ للرعد وهود قاصرة والحظ للحظ على الطعام وفي ظنين الخلاف سامي وإن تلاقي البيان لازم أنقض ظهرك يا عبد أنقض ظهرك يا عبد الظالم واضطر مع وعد مع أفضتم وصفها جبالهم عليهم باب النون والميم المشددتين والميم الساكنة وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأدى وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وما أن تختفي باب أحدى من دون الساكنة والتنوين وحكم تنوين ودون الألفة يظهر ندغام وقلب الإخفى فعند حرف الحلق أظهر والدغم في اللام والظالى بغنة اللزم وأدغما بغنة في يؤمن إلا بكلمة كدنيا عنونه إلا بكلمة كدنيا عنونه والقلب عند الباب غنة كذا باب المد والمد لازم وواجب أدى وجائز وهو وقصر ثبتا فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين وبالطول يمد وواجب إن جاء قبل همزة متصلا من كبعاب كلمتي وواجب إذا أتى منفصلا فلازم
لازم وجائز إذا أتى منفصلا أو عرض السكون وقتا مسجلا. باب معرفة الوقف والابتداء وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء يتقسم إلى ثلاثة تام وكاف وحسن فهي لما تم فإن لم يوجد تعلق أو كان معنى فابتدي فالتام كالكافي ولفظا فامنع إلا رؤوس الآي جوز فالحسن وهي لما تم قبيح وغير ما تم قبيح وله الوقف مقتضى ويبدا قبله وليس في القرآن من وقف يجب ولا حرام غير له سبب. باب المقطوع والموصول واعرف لمقطوع وموصول ودا في مصحف الإمام فيما قد أتى فقطع بعشر كلمات ألا مع ملجأ ولا إله إلا وتعبدوا ياسين ثاني هودلا يشركن تشرك يدخل التعلو على ألا يقول لا ألا يقول لا أقول ألا يقولوا لا أقول ألا يقولوا لا أقول إما بالرعد والمفتوح صل وعما وهو قطعوا مما ملك روم النساء خلف المنافقين أم من أسسا فصلت النساء وذبح حيثما وألم المفتوح كسر إنما لنعام والمفتوح يدعون معا وخلف الأنفال ونحل وقعا وكل ما سألتموه واختلف ردوا كذا قل بئس ما والوصل صف والوصل صف خلفتموني واشتروا في مقطعا أوحي أفط مشتهت يبلو معا ثاني فعلن وقعت روم كلا تنزيل شعرا وغيرها صلا فأينما كان نحل صل ومختلف في الشعر الأحزاب والنساء وصف وصل فإن لم هود ألا نجعلا نجمع كي لا تحزنوا تأسوا على حج عليك حرج وقطعهم عمن يشاء من تولى يومهم وما لهذا والذين هؤلاء تحين في الإمام صل ووهلا ووزنوهم وكالوهم صلي كذا من الويا وها لا تفصلي. باب التاءات ورحمة الزخرف بالتا زبره لاعراف روم هود كاف البقره نعمتها ثلاث نحل ابراهم معا اخيرات عقود الثانهم لقمان ثم فاطر كالطور عمران لعنت بها والنور وامرأة يوسف عمران القصص تحريم معصية بقد سمع يخص شجرة الدخان سنة فاطري كل أول انفال وأخرى غافري قرة عين جنة في وقعت فطرت بقية وابنة وكلمة أوسط الأعراف وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف. باب همز الوصل وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم واكس
مثله حال الكسر والفتح وفي الأسماء غير اللام كسرها وفي ابن مع ابنة امرئ واثنين وامرأة واسم مع اثنتين باب الوقف على أواخر الكلم وحاذر الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت فبعض الحركة إلا بفتح أو بنصب وأشم إشارة بالضم في رفع وضم الخاتمة وقد تقضى نظمي المقدمة من